امبارح الاجواء كانت ولعانه ببولفارد رياض سيتي بموسم الرياض في احتفاليه زعيم اسيا اللي كان اعلن عنها معالي المستشار تركي الشيخ مباشره من بعد فوز نادي الهلال بلقب كاس اسيا 2021 اول امبارح. وطبعا الحفله كانت فل واخبارها كانت فايرل على السوشيال ميديا، ومبارح هاشتاج احتفاليه زعيم اسيا متصدر الترند على تويتر، وانتشرت بوستات كثيرة من الجمهور اللي حاضر بتفرج لأي درجة الحفل كان ضخم ومستوى عالمي بالتنظيم وعروض الألعاب النارية الحلوة، ونجوم راشد الماجد، راشد الفارس، مزعل فرحان، أصالة ومحمد عبدو اللي قدموا أجمل الأغاني وحمسوا الجمهور معاهم. وكمان من أبرز المومنتس في الحفل اللي كانت فايرل بشكل كبير هي لحظة دخول نجوم نادي الهلال بطريقة استعراضية، وإزاي الجمهور كان بيهتف ليهم وباسم نادي الهلال، يعني بجد كانت لحظات حلوة جدا. بس مين أكتر نجم كان مسيطر على صفحات السوشيال ميديا؟ أكيد محمد عبده من لحظة دخوله على المسرح. وبالحركة دي ظهر محمد عبده الجمهور في اليوم ده علشان يعبر عن فرحته بالإنجاز الوطني اللي حققه نادي الهلال، ورجع رقص بطريقة خفيفة الدم على أغنية فوق هام الصحب، وقدر يحتل اسمه عناوين الصحف الفنية بفيديو رقصته اللي انتشر على موسيقى لمايكل جاكسون، وفيديو تاني انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا اللي جمعه مع أصالة والفرحة كانت ما تتوصفش الليلة دي، والكل كان بيحتفل بفوز نادي الهلال بلقب كأس أسيا 2021، وأولهم طبعاً معالي المستشار تركي آل الشيخ اللي كان خلف إقامة ليلة زعيم أسيا. أشكركم على الحضور، أنتم جمهور عظيم، أكثر من 1,200,000 انتظار برا يحاولون يحصلون تذاكر ويدخلون. فالحضور في الليلة دي كان كبير جدا، وكلهم كانوا over excited، وأبرزهم نجوم السوشيال ميديا إبراهيم باشا وفواز العيسى. سعيدين بهذه اللحظة، وشكرا لجميع القائمين على هذا الحفل وجميع اللعيبة من طاقم، صراحة أسعدونا. نلقاها من الموسم ولا نلقاها من العالمية؟ ما ندري والله. الأجواء طبعاً مثل ما أنتم شايفين خيال، وفوق الخيال وهذا العالمي مو بعيد عليه. اليوم إن شاء الله راح مو نحتفل، راح قلوبنا صارت زرقة والدنيا صارت زرقة والسماء صارت زرقة. وأكيد كان لازم نبارك لرئيس مجلس إدارة نادي الهلال. جميل جداً، شوفت فرحة هالناس، شوفت فرحة المشجعين، شوفت فرحة كل السعداء بتحقيق هالمنجز للوطن. يعني الحمد لله هذه فرحة لا توصف، إن شاء الله أنها تستمر بإذن الله.